بثبات وطموح جامح يشق سفيان زورغان طريقه في عالم فن الجرافيتي. هذا الفن الذي يعتبر من فنون الشارع التي شهدت طفرة في السنوات الأخيرة بمجموعة من المناطق والمدن والأحياء المغربية، حيث تحولت جدران منازل وأحياء بأكملها إلى لوحات فنية عاجة بالإبداع. سفيان بن العاصمة الإسماعيلية بدأ ممارسة الجرافيتي في العام 2009، لكنه كان متشبعاً بحب هذا الفن منذ الصغر. كانت عندي الموهبة قبل، زعما كنت كنرسم غير في اوراق، ما عمري كنت رسمت في الحيط. اول مرة رسمت في الحيط كانت في 2009 تقريبا، دابا 10 سنين. ديك الساعات كان اول جرافيتي غادي ندير، اول تجربة ديالي مع الحيط. كنت كنشوف ناس برا المغرب كيفاش كيخدموا، كيفاش كيديروا لي طاق ديالهم، الكولتور ديال الجرافيتي اون جينيرال، مي داكشي هنا في المغرب ماشي كيبحال برا. دونك هنايا خصك دير بلي مويان اللي تتلقاه هنايا، حيت شحال هادي في 2009 وما كانوش لي بون بروفيسيونيل. دونك كنا كنخدموا بالصباغه العاديه، صباغه الماء ولا صباغه ديال الزيت، وخصك تطلع بها شي حاجه لي بروفيسيونيل. بعد 10 سنوات في المجال، يراود سفيان طموح ترسيخ هوية فنية خاصة به، هوية تجسد رسالة نبيلة لهذا الفن ومساهمته في إيقاظ وعي المجتمع ومحاربة مجموعة من السلوكيات والظواهر. أبا وليت تنقلب على باش ندير ستيل ديالي، اللي ندير ميلانج بين واحد جوج ديال لي كولتور ديال الجرافيتي اللي هي مودرن ولا ستريت، وكولتور اللي مغربية ولا الخط العربي. دونك كندير الميلانج بين الكاليغرافي اغاب ولي بورتري ماروكان، ولكن بان توش اللي هي ديال الجرافيتي ديال الستريت. كنخدم بلي بومب، كنخدم بتي تكنيك ديال ستانسل. دونك كنحاول ندير ستيل ديالي اللي ما كاينش في المغرب ولا ما كاينش في العالم كامل، باش خصني نخلي واحد البصمه ديالي. لسفيان الحاصل على إجازة في التطوير المعلوماتي مشاركات في عدة تظاهرات وطنية ودولية. هذا الشاب الطموح يتقن أيضاً فن الخط العربي والفرنسي والرسم بالألوان المائية. بالنسبة للمشاركات ديالي هنا في المغرب، كاين شاركت في بزاف ديال لي فيستيفال لي ناسيونال وانترناسيونال، وشاركت في مسابقات اللي دازو في بعض القنوات المغربية، وشاركت في مسابقات اللي كانت عربية مثل Arabs Got Talent اللي تنقلت في واحد القناة عربية. وصلت النصف النهائي أنا والصديق ديالي. من بعد مراها كنا انفيتي في واحد الفيستيفال في البحرين. دونك زعما هادو بين أبرز المهرجانات ولا المسابقات اللي شاركت فيهم. على هامش مشاركته بالمهرجان الوطني لفنون الشارع بفاس، أنجز سفيان زورغان رسماً على جدار رواق محمد القاسمي. الرسم عبارة عن لوحة لرجل يعزف على آلة موسيقية تعكس الرسالة الفنية التي يحملها فن الجرافيتي. هذه اللوحة هي أيضاً تعبير عن طموح سفيان للتحليق عالياً في سماء هذا الفن.